متابعين سمار بموضوع كتير مهم. يعني اليوم موضوعنا بفقرتنا عن التغذية كتير مهم، رح نطرح موضوع الكولون وشو هو الفرق بين الكولون العصبي والكولون يلي هو نتيجة الأكلات الخاطئة بيعاني منه بعض العالم. شو هي الأكلات المسموحة للناس يلي بيعانوا من الكولون والأكلات الممنوعة منعا باتا؟ رح نتعرف أكثر على غذائنا الصحيح لكل الأشخاص يلي بيعانوا كولون. نحن أولهم يعني هيك بدي أقول لك، أنت كثير محمسة وعم تحكي وعرفانة يعني شو تحكي عن تشنج الكولون العصبي. اليوم أنا وياكي بدنا أنا وليا بنعاني من تشنج الكولون العصبي، فكثير يعني حابين نعرف كثير معلومات عن صحيح الموضوع. صحيح، بدنا بصير نرحب بأخصائية التغذية وردة جبور. أهلا وسهلا فيكي وردة، صباح الخير. أهلا، صباح الخير، نورة اليوم. تسلمي. يسعد صباحك. خلينا نحكي بالبداية عن أسباب تشنج الكولون العصبي، شو سببه؟ هلا هو بيختلف، ممكن يكون في اكلات معينه بتاذي الكولون، وممكن يكون سبب عصبي او حاله نفسيه معينه، وممكن يكون في التهابات بسبب انه البكتيريا هي النافعه اقل من البكتيريا الضاره. فهي كثير اسباب بتاثر، ويعني واكلات طبعا. نعم وردي، يعني هلا الاكلات الشتويه، فاصوليا، الارنبيط او البروكلي او الزهره او هدول القصص، هدول من الاكلات هلا اللي بتكون كثير بنعملها بالشتويه، والشتويه الاشخاص هن الاكثر عرضه للكولون نتيجه الطعام. خلينا نحكي اليوم نحن اذا ولا بد اضطرينا انه ناكل بعض الاكلات يلي بتسبب الكولون، كيف لازم نعملها؟ يعني عالم بيقولوا مثلا لازم اول شيء تنسلق بالكمون او الشميطه او ما بعرف شو. خلينا نتعلم من حضرتك كيف فينا نخلص من أذية هي الاكلات يلي هي بتحرض الكولون. هلا في فكره انه هو الكولون ما في اكله معينه عند كل الاشخاص، هي وحده وحده، هي بتختلف من شخص لاخر. يعني ممكن انت بتنزعجي مثلا بروكولي، فيتك تنزعج مثلا من اكله معينه، فهي بتختلف من شخص لاخر، ما فينا نعمم. بس في عده طرق ممكن نعملها هي تخفف من هو شو اللي بيزعج الكولون. هي نشويات او سكريات موجوده بهي الاطعمه اللي هنا رح نعددها هلا واحد واحد. هي اذا نحن تخلصنا منها نوعا ما او خففنا منها او تواجد بشكل اقل، فهو اكيد رح يخف الم الكولون. ممكن نحن اذا ممكن نقعنا البقول او الحبوب مره وتنتين وثلاثه وكبينا وميتها، ممكن القشر الخضار والفواكه اذا نحن قشرناها، هذا كله فيه الياف، وشرب المي كمان هذا شيء كثير بيساعد الكولون. هلا ما فينا نقول انه نحن اذا اكلنا كميه صغيره فهي ممكن كميه الصغيره تاثر وممكن كميه الكبيره تاثر، بس اكيد كل ما زادت الكميه نحن رح نتوجع بشكل اكثر. هلا في هو نوع دايت اللي هو اسمه فود ماب، نوع من انواع الدايتات بيستخدموه الاشخاص اللي عندهم تهيجات الكولون بانواعها سواء العصبيه او الالتهابات للكولون. فود ماب هو الفود ماب، يعني هي اول حرف من كل نوع من انواع السكر النشويات. الاف اللي هي فرمنتيشن اللي هي التخمرات، الاو اللي هو اوليغوساكارايد اللي هو نوع من انواع السكر مثل ما قلنا، الام اللي هو مونوساكارايد، الاف اللي هو الفود ماب، اللي ام اللي هو مونوساكارايد، وبنجي على اخر نوع من انواع السكر. هي مجموعه من النشويات او السكريات صعب هضمها بالامعاء او بالمعده، بيروحوا على الامعاء الغليظه. بالامعاء الغليظه ممكن الياف منحله او غير منحله. اذا كانت الياف منحله فهي بنمتص الماء بشكل كتير عالي فبيسبب اسهال، وممكن يكون ما بيمتص الماء فبيسبب امساك، بس بكلتا الحالتين هي بتسبب غازات وانتفاخات واوجاع الكولون. تمام. خلينا نحكي، بس حكينا عن الاوجاع، وجع الكولون كتير صعب، يعني الشخص اللي عم بينصاب بتشنج الكولون العصبي ما بيقدر يشرب، ما بيقدر ياكل، وجع كتير قوي، يعني عم بيضطروا ياخذوا ابر. في عنا علاجات منزليه ممكن مثلا الشخص ممكن يتناولها او يعني ياكلها بس لتخفف الاوجاع، ولا بس الادويه او الابر علاج تشنج الكولون لا العصبي؟ طبعا نحن ما بدنا نوصل لمرحله انه نحن ناخذ ادويه بشكل اعلى. ليش؟ لانه هي كل ما اخذنا انتبيوتيك او
مضاد يعني التهاب، فهو كل ماله عم يروح البكتيريا النافعة وعم يخلي البكتيريا الضارة اللي هي كل ماله عم ترجع تنتكس بسبب التهابات أكثر. فنحن بالعكس ما لازم نوصل لمرحلة أنه نوصل لأدوية. وبنفس الوقت أغلب الأشخاص اللي بياخدوا عندهم أمساك وعندهم أوجاع كولون بياخدوا شغلات ملينة تماما، فهي كل مالهم عم يضروا حالهم. ليش؟ لأنه هن الملين شو هو؟ هو عبارة عن شغلات بتساعد على الهضم أو بتعمل شغلة الأمعاء. فنحن كل ما عم ناخدها أكثر هي عم تضعف ضعف الشغل الأمعاء أكثر وتشتغل شغلة، بنفس الوقت عم تسبب لنا أمساك نرجع ننتكس بشكل أكثر. فبالعكس نحن لازم نعتمد على الأغذية، الشغلات اللي بنعرف أنه نحن اللي لازم نعمله فعليا. شبو كمون وليمون، شو الشبو بس يصير معه؟ مشروبات أو أي شيء ممكن يعدو إسعافات أولية بالبيت؟ إسعافات فينا نحكي بالمشروبات اللي هي ممكن بابونج، ممكن يانسون، اللي هنا كلهم مضادات التهاب بنفس الوقت بيساعدوا على الارتخاء. كمان فينا نحكي على الكركم، بس الكركم مو اللي بنستخدمه بالاكل، اللي هو الكركم الطازج، لا مو البودره، الكركم الطازج يعني مثل نوع مثل الزنجبيل بس هو بيجي طازه بنحطه بالفريزر، وكل ما بنستخدمه بنستخدمه بشكل مباشر، هو موجود بالبودره. انا عم جيب الكركم البودره لا، هو هلا الاغلب العالم هو هلا الكركم عم نستخدمه بشكل اعلى لانه هو كمان مضاد اكسده مشان الكورونا تماما، بس هو هذا مو اللي بفيد. هو عباره عن زيوت عطريه موجوده بالطازه مو موجوده لانه بتتبخر نتيجه يعني لانه انت تماما. كمان بنحكي عن اليانسون، كمان بنحكي عن الكمون والشمر، كل هدول اغذيه مشروبات بيساعدوا اكيد على راحه الكولون. بس بنفس الوقت اذا نحن عم ناكل مقالي كثير، عم ناكل كل الشغلات اللي بنعرف انه هي بتزعج الكولون، اكيد بالنهايه نحن يعني بعد ما خبصنا كثير اجينا بدنا نشرب مشروبات، فهي مثل اللي بيعمل دايت بياكل مقالي بشرب بيبسي دايت حدا، فهي مو هالحل. هذا الحل انه نحن نبتعد عن كل الشغلات اللي بتزعجنا، اللي هن سبع مصادر اغذيه ممكن نعملها لفتره قصيره، نعرف شو اللي بيزعجنا وبعدين نرجع كل شغله. يعني مثلا نحن نبلش اول شيء نبعد عن الثوم والبصل، نرجع بعد عن اللي حكينا عنهم زهرة وبروكولي وملفوف. وبعدين كمان بنحكي في أشخاص بتضايقوا من منتجات القمح، يعني مثل البرغل، مثل الفريكة، مثل الخبز الأسمر، الخبز النخالة، كمان الحليب ومشتقاته. ممكن يكون الحليب أكثر من مشتقاته لأنه هي فيها فركتوز أقل، مثل ما حكينا أنه نحن اللي بيزعجنا بالكولون هي السكر الموجود بهي الأنواع الأغذية. كمان بنحكي عن بعض أنواع الفواكه مثل التفاح، مثل البطيخ، واللي ما وأغلب العالم بيستغربوا أنه هو التفاح هو شيء كتير منيح وفيه ألياف، بس بنفس الوقت الألياف اللي فيه هي ألياف غير منحلة فبتزعج أكثر. وفي شغلة كمان بدي أقول عنها، السكر اللي بالأكل هو السكريات الصناعية مثل الأسبرتام وهدول الأنواع، مثل الكولا دايت، كل هدول السكر الصناعي هو كتير شيء بيزعج الكولون وبيسبب كمان عبء بشكل أكبر. فنحن لازم نعرف شو ناكل ولازم نبعد أول شيء مبدئيا نبعد عنهم. إذا بدنا مثلا أنا شخص مزعوج وأنا ما عم بقدر كل الوقت شو ما عم باكل ممكن شغلات بعيدة عن الكولون فأنا عم بتوجع، اللي هو لازم نعمله أنه مبدئيا نبعد عن هدول السبع أنواع الأكل اللي قلناها، بعدين نبلش نرجعهم تدريجيا. بهي الحالة أول شيء نحن بنعرف نصنف شو هو اللي عم يوجعنا، وبنفس الوقت بنعطي فترة راحة للكولون بأنه هو يرجع يجدد البكتيريا النافعة فيه، يرجع يروح الإمساك الشديد اللي كان ويروح هاي الغازات والنفخة اللي صار لها عبء فترة طويلة. بعدين بيرجع على الحمية تدريجيا وبنعرف شو اللي بيزعجنا، نحاول نبعد عنه قدر المستطاع أو على الأقل ما ناكل كمية كبيرة منه. نعم، يعني بس علاج الكولون او الحميه الغذائيه هي طويله الامد يعني، وهي بتجي هجمات. لكن خلينا نفرق، هل اللي معه كولون عصبي هو ايضا بيتاثر بالاكل ولا لا؟ هو نتيجه نفسيه، نتيجه عصبيه، وايه اصعب بيكون، الكولون الناتج عن الاغذيه الخاطئه ولا الكولون العصبي؟ هلا هو الاثنين بالنسبه للاشخاص اللي بيعانوا الاثنين
هن تماما هن الاثنين نفس الشيء، بس الاشخاص اللي بيعانوا بالقولون العصبي ممكن ستريس بسيط هو يسبب هاي الغازات وسبب هاي هذا الشعور، يعني سواء اكلنا شيء مزعج او لا. وبنفس الوقت اذا نحن كانوا مترافقين سوا، يعني الستريس بنفس الوقت اكل مزعج، هو اكيد هذا الشيء رح يزعج بشكل اكثر. هلا شو الاصعب؟ ما فينا نقول شو الاصعب، هو الفرق قديش الشخص هو عارفان قادر يعمل كنترول. تمام، قادر يعمل كنترول وعارفان يحمي حاله من هي ليوصل لهون. تمام، بس مثل ما قلتي عن جد الحالة النفسية كتير بتأثر، يعني الواحد إذا كان معصب فورا بيصير معه تشنج كولون عصبي. خلينا نحكي عن الجوع، هل ممكن يأثر على تشنج الكولون العصبي؟ يعني الأشخاص اللي عم بيعملوا دايت بحياتهم ممكن هذا يكون سبب من أسباب تشنج الكولون العصبي عندهم ولا لا؟ تمام، هلأ الفكرة في فكرتين رح احكي. اول شيء الصيام، مثلا الاشخاص اللي عم يعملوا صيام متقطع او صيام خلال فتره رمضان، هن اشخاص على قد ما بيعرفوا ياكلوا صح، على قد ما بيعرفوا، على قد ما بيكون ما عندهم تاثيرات. يعني ليش نحن دائما بفتره الصيام بنبدا اول شيء بشوربه او لبن وتمر؟ لانه مشان ما يصيب هي الهجمه الكبيره على الكولون ويؤدي لاذيتها. ثاني شيء فكره انه هي افضل حميه للكولون انه نحن ناكل وجبات خفيفة وعدة وجبات، يعني هي كل ساعتين لثلاثة هي أفضل حمية للكولون. سواء حتى لو أكلنا، يعني أنا دائما بسألهم بس يعملوا دايت، بتجي لعندي الشخص بيقول لي أنه أنا عندي كولون، بقول له ما تخاف أنه حتى لو أنا عطيتك حمص بس لأنه عم تعطيك كمية قليلة وما عم خليك توصل لمرحلة الشبع، فهو ما رح تتوجع أو يصير معك نفس الأعراض اللي كانت. فهو يعني هي إلى يعني الكمية القليلة فينا نقول أنه هي الكمية القليلة والتراكمات. يعني مثلا انه نحن نفترض فطرنا فلافل بكمية قليلة، بس مو نرجع نتغدى مثلا مقالي، فهذا الشيء اكيد هي التراكم انه نحن عم ناكل عدة وجبات هي بتأذي الكولون كمان، هذا رح يأثر. وبنفس الوقت الكمية الاقل هي كمان رح تأثر، يعني حسب قدي الكمية والنوعية مثل ما بنقول. نعم، يعني قبل ما نختم معك وردة بدنا نحكي نصائح أخيرة بتحبي توجيها لكل حدا، لكل شخص عم يعاني من الكولون وخاصة بالشتوية، وهي صارت أغلب الناس عم تعاني نتيجة الستريس ونتيجة التغذية الخاطئة. نصائح أخيرة بتحبي تقدميها؟ أول شيء نعتمد على المي كمصدر كتير مهم لتخفيف أعراض الكولون، لأنه هاي الألياف اللي عم تتراكم بالأمعاء هي في كثير منها ما بتطلع غير لحتى تاخذ سوائل او كميه مي اكبر. فنحن لازم نشرب مي 30 ملي لكل واحد كيلوغرام من وزنه. ثاني شيء بعد قدر المستطاع عن السكر، عن المحليات الصناعيه، عن المشروبات اللي بنعرف انه بتاذينا مثل القهوه مثل او الكافيين عموما. نبتعد عن العصاير، نعتمد على الفواكه اكثر من العصير. وكمان ما بننسى انه كل شيء بيأذينا نحاول نخفف منه او نبعد عنه قدر المستطاع. انا بتخيل اني شملت كل شيء بهي الحاله. لا اكيد شملتي كل شيء، واكيد انا وليا استفدنا وكل حدا تعبانه اكيد استفاد اليوم. شكرا لك، شكرا لمعلوماتك، ان شاء الله نشوفك بحلقات قادمه. شكرا كثير لك، اخصائيه تغذيه وردة جبور، وان شاء الله نهارك حلو.